مفيش شك زي ما قلنا طبعا دي من ضمن برنامج عائله الاهلي اللي احنا دخلنا بيه الانتخابات برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان النادي الاهلي مش بس له مسؤوليه رياضيه فقط، لا هو مسؤوليه مجتمعيه. النهارده النادي الاهلي وارض النادي الاهلي في الشيخ زايد اما تحتضن 21 هيئه دبلوماسيه بيتنافسوا في مباريات كره قدم او في بطوله كره قدم، مفيش شك ان ده اضافه لمصر وبتدي رساله للعالم كله ان مصر دي بلد الامن والامان، وان بلدنا دي يعني دايما فياضه في كل ما هو بيخدم كل من يجي هذه البلد. فالحقيقه زي ما قلنا دي ثالث سنه، ان شاء الله يبقى في استمراريه. النهارده السفاره الالماني اديك شايف الانطباع، ويمكن في كلمه نائب السفير في الافتتاح قد ايه بيثني على النادي الاهلي ويثني على الامكانيات في النادي الاهلي. كل الناس هنا كل الامكانيات متاحه ليهم الحقيقه، كل اللجنه المنظمه، الاداره التنفيذيه هنا بقياده اللواء محمود الفيشاوي، كل الناس فاتحه كل دراعها انها تعمل حاجه محترمه تليق باسم النادي الاهلي وتليق ببلد كبيره وكيان كبير زي المانيا. فالحقيقه حاجه تفرح، حاجه تشرفنا كاهلاويه، وحاجه تشرفنا كمجلس اداره ان احنا موجودين في هذا المحفل. وباذن الله تعالى دايما يبقى في تقدم، واحنا دايما بنعمل في صمت ما بنتكلمش كتير، لكن اديك شايف الناس كلها بتقول الحمد لله ان كل التنظيم على اعلى مستوى، وان النادي الاهلي ما بيعملش حاجه الا ما تبقى دي مره واحده.